عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. والله اني سمعت تشل وياهن ويلبن. اي اي كلمة. عليكم السلام، شو صباح الخير، شو تسوي؟ شو تسوي؟ هذه انا. انت شو تسوي الحين اول شيء تسوي اولنا؟ عيش مصري. عيش مصري؟ اه. حقت محسن. هي الكذوب. ده عشان ما اخممش كويس على فكره. ايوه اشوف تحت تحت. اشوف راوي راوي هيج؟ انا ايوه انا. أنا خبز محسن. يا رجل علمني قاعد. يا الله. الخير. ايوه ايوه اشوف هاي هاي حقي انا يلا يلا. ثانك يو. يلا. اقول لكم عبد القادر امس يوم ساره والدمام ودار الاهل في الدمام وسار ابوي في الباص. وين سرت؟ مكه مدينه. ها كم يوم كلش؟ كلش 4 يوم. 4 يوم. اي نعم. مبسوط؟ ايوه الحمد لله الحمد لله. شكرا حق انت وماما. بعد ماما ايش قصها؟ زين اقول لكم كيف حالكم؟ شو اصبحتوا؟ ماشي جهاز ما حطيناه ابوي من كل مكان، ها محاصرين من شرق وغرب، كل حق هذا مال الحاس والبعوض، والحاس يدور ابوي يدور لا والله ابتدى يلقط فقير، لا ابتدى يلقط حلي، لا 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 ظلمناه، لا ابتدى يلقط شيء من الحاس، شقلنا مكاين شرق وغرب، وهذا ريوقنا الله يحفظكم اليوم، محلة زايد. شو هذا عاد؟ ايوه ايوه ودنقوا حلي بوق هوا وصحيحات وجبن وما ادري شو لا 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 يعني الحمد لله الزراعه الحمد لله من عقب الرش البارحيه لمسيه خذت ما شاء الله تبهله من زينها الامور طيبه زراعه عدله الحمد لله شو ما شاء الله يا السنطره وين اللي ياكل الله علينا وين اللي ياكل ما تو الأكيلة ما تو الأكيلة تبارك الرحمن اللهم صل على سيدنا محمد ما شاء الله تبارك الله ها الحين وقت التقميط وقف ها شو ايش قال غدن وقت التقميط وقف وقت التقميط وقف وحين ابتدى هالنمونة يسوى لهن ابوي شرط الحجيرات ويا زمان على هالنمونة لين يسيرن وينتهضن غدن فيه ليل محزم شو ما شاء الله نشان غدن حريم غدن حريم وهذا ها حطينا ابوي هنا صيفه هني دور مدارس في كل مكان حطينا وحده وهنتين وحده وهنتين ايه العمر هم ان شاء الله عمر شعيب النبي اللي مطرشين هالاشياء طرش يا ابوي شحنه سياره يا ابوي من هالاشياء هذه اللي ليود عن ليود ليزخ الدباب والبعوض وما ادري شو من دار لير ها علقناها في كل مكان صيادات ليصيدن الذباب ما اعرف شو يسمونه هذا والحمد لله ها السلام عليكم مهر وعليكم السلام شامبي جود مورنينج ها كل شيء اوكي تمام هو اي نعم تمام فوق عن التمام ما تقصر يا شامبي روحين يقطعون هاي عندنا الاول هذا الجدام هذا القديم الشيت اللي لو مغطي به اللي فوق هذا نحن فوق نغطي من شهر 6 و7 و8 و9 اربع شهور تقريبا اربع شهور لخمس شهور نغطي الزراعه في الشيت هذا الاول القديم ها وردينا خلاف الله يحفظكم سوينا شيت جديد كمل تقريبا ما يغرب 10 سنين لكن ما اول قطعنا وحين نحيب به الزراعه شوفوا الحين فاد ما نعك شيء نحن ما يطيح من شيء من بيتنا ابدا حتاته كله عدل في عدل ما شاء الله تبارك الرحمن تعرفون شو اسم شامبي معناته اسم ترى هايل من العرب هم عرب اصلهم لكن يوم ساروا بر فارس خلفوا اساميهم شوفوا سلطتهم هيك مقواهم على هاي الفقارة مساكين يوم تقووا هاي لاكي هالفرس جلبة وسامي هاي سموه شامبيه
يدانهم يعني الاسم الاصلي مقابل هذا سبت. سبت يعني يوم السبت. وهم هناك ما يبون حد يسمي اسامي عربي، جلبوا اسمه. كان تبه الاسم سموه شامبي، غير شامبي ما شيء. وصارت عادة عليه الأغنية المعروفة، يا شامبي يا أبو المرق شلك راعة. بعد كلكم تعرفون الباجي، هذا شامبي أبو المرق شلك راعة. إيه من الفيفاي الله يحفظكم، يبي شمس ضروري عاد الحين من الدقة الشمس وينثرون لشوية سماد دور ما دار بيغيل بيتخبل. الحين لازم يبال الشمس، والشمس الحين هذه الوقت هذا تنفعه والنافع الله. يلا بارك الله فيك، بارك الله فيك شامبيش، بارك الله فيك. مهر سافر البلاد ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله. شامبي الله يحفظكم. وقف عن الشغل، يقول ابوي انا ما في على الشغل، انا تعبت، انا حين رجال عود. وسوي لي ترتيب ابوي برد بلادي. قلنا له ان شاء الله الاسبوع الجاي توكل على الله. نقطع له تكيته، بنكنسل لها اوراقه، نعطيه الليل كان له شيء وما له، لكن سبحان الله يعني ممكن شيء باجل ولا شياته، وبيتوكل على الله بيصير بلاده. مثل ما قلنا الزراعة الحمد لله عدلة، والترتيب زين، تقليم في وقت مناسب، تبرعيم ليديد وغلى الورق ليديد، والحمد لله رب العالمين كل زين وفنان. والنبج الحمد لله مرشوش وزاهب، والحمد لله إن شاء الله السنة هنا بناكل منه. هاي وحدة هندية هناك، هناك وحدة زخمية بلية طعام، بلية نوى، حد يسمي نوى، حد طعام، حد صلام، حد عنقيش. العنقيشة مالت اللوزة، والصلامة بعد مالت اللوزة، والنبجة شو اسمها يا ربي، شو اسم صلامة، صلامة صلامة بحش بحش يسمونها صلامة اسمها. عبرناكم عنها، قلنا لكم قبل الواتر أبل، هذا الواتر أبل ما شاء الله ثامرة في كل مكان ثمرها. ها هذا الوتر أبل يثمر حاله حال السدر، وحلو شكر ورقم واحد حتى تحت أمهاته. هالحينة هذا موسم العناية في الزراعة، التغذية. التغذية خطف وقت الصيف وقت القير، وكلنا وشربنا من فضل الله سبحانه وتعالى من الزراعة. خلاص الحينة تبع شيرة تعطيك الموسم الجاي شيء فيه خير، لازم انك انت تهتم فيها الحين، تغذيها بالاسمدة والمركبات والرش والتنظيف والتسميد، فلذلك بتعطيك خير يوم وقت الحصاد. الحين انت خدت ما وراها ودونها، الحين في خير ترى ما بتعطيك ورق جديد ولا بتعطيك ثمر ولا بهش إزهار حاليا. الحين وقت راحت الشيرة، وقت اللي هي ترتاح، عطك بما فيه الكفاية وأكرمك. فأنت لازم الحين تكرمها في الشو، ما بتكرمها بسكوتك، لا تكرمها باللي الله مقدم. يوم أنت ما تعرف لازم تستشير اللي يعرف، مهندسين البلاد ما شاء الله أكفاء مال الثروة الحيوانية والزراعية، نسيت والله يسمونهم، تصل فيهم ويخبرونك شو الزراعة تحتاج شو ما تحتاج. البلاد لك 600 مهندس، تختار لك مهندس ناصح النية اللي فيه مخوفة من الله، وبيخبرك شو تسوي شو ما تسوي لزراعك. تدخل على اليوتيوب، تدخل على القنوات، ما شاء الله كل شيء موجود، كل شيء موجود. لازم انك حاليا تهتم في الزراعة، لان هب خلاف يوم الناس تاكل وتتهنى بزراعتها انت تدير عيونك، لا لازم ما تدير عيونك، لازم تتنومس تغذي حالك من حالهم، ان زراعتك مثل زراعتهم يمكن اخير تغذي. شو السبب؟ لانك اللي الاول ما يعرف، الحين يعرف كل شيء. الحين الناس اللهم لك الحمد العلم والثقافة والقنوات الاعلامية، كل شيء متوفر عندك، كل شيء متوفر، وروحك تستشير وتعرف وتركب وتطعم وتسمد وترش، كل في الانترنت، كل متوفر وكل موجود. زراعة نفس الأكل، حتى ليل أول ما يعرفن للطبخ وللنفخ يشلن ويحطن، الحين أبوي كل شيء اللهم لك الحمد متوفر، يدخلن الانترنت ويطلبن الطبخة ليبنها ويتعلمنها ويسوون كل شيء، كل سهل وكل هين وكل زين وكل عدل، وما شاء الله تبارك الرحمن. دواركا، جود مورنينج، صباح الخير،
سي صباح الخير يو اي اي سا جود مورنينج يو اي اي جود مورنينج يو اي هي يلا رمتن تتعد تعرفن للميكا للميكات للميكاب وللمكياج وللامور كلها ما بترومن تعلمن شو قال خدمة الأكل هذه والطبخة هذه شو قال يكوون شو قال يعدلون شو قال يطبخون شو قال يحنون شو قال يتحنون شو قال يقمطون شو قال يربون شو قال كل شيء عرفت له الريل عيل ما بحسكن ومقواكن عرفت له الريل هذه الخدمة أكل أبو أكل وزراعة ما بتعرفن تعرفن الكل شيء مرة ما يغلبكن إلا الموت يغلبكن إلا الموت هو اللي يغلبك ولا ما شيء في الدنيا ما تعرف إنه صباح النور محسن رقم واحد هذا ها نمبر 1 هي لا سوى ولا استوى في الدنيا العود في لا صار ولا سوى في الدنيا العود في الدنيا العود يلا جاب النار بارد اوكي اصلا كاليش شايفه بعدين هيك سوا سوا مين هذا صنيع كيف انت اسمها في صنيع انا باكل زي ما كنت صنيع انا باكل كده يا ستي انا مصري لا انا شاي كارينا جود ايدي دي كوبوس كارينا ايدي تشيس كارينا اوكي ربنا يديك يا رب تعرف لها محسن اه بتقول ايه هي بقى كوبس انا اي انا افيد ها صلاح ها وين وين انت فلا وين جنجي ولا شيب ما صرت دبي؟ انا بالسبوح شو هو؟ كم هو السبوح؟ فيل انت؟ ها؟ اسد اسد؟ انت تسبحت خلاص الحين باقي سبوح اسد ايه وايد تاخرت وصلاح الساعة بتوصل عشر ما عارف بابا ما عارف سياك السيارة ايه انزين يلا الله يحفظك ترى يوم بتوصل دقلي تليفون انزين يلا في مال الله شيخ الافغان هو مسكرتي ما عليك منه والله عليك غير زاره والله مليون مرحبا بالطبابي مليون مرحبا بالزين هاي ريحه الطيبين اشتقت لك وايد ميتو صلاح حبيبي وين نروح ما نروح بيت بابا خالد لا وين بعيد نروح دبي بعدين ان شاء الله خالو خديجة إيه؟ بعدين مريم ميوم. بس بابا بيت بابا خالد بعدين لحد صح لحد ان شاء الله خبر بابا كلام خبر بابا اللي ما يدري بيتحراني انا في نص فندق ولا شياته ترى هذا لا فندق هاي احدى دوائر الدوله دائره من الدوائر الحكوميه اللي تشوفونها دائرة من الدوائر الحكومية أيوة 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 سلام 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 يا العاصمة سلام سلام يا العاصمة سلام سلام يا العاصمة سلام سلام يا اللي حكام شكرام شو رأيك في المبنى؟ تحفة فندق ساعة وانا ادور سيارتي ساعة ساعة حين وانا ادور سيارتي ادور على سيارتي السوداء نسيت ان سيارتي السوداء في عند هلب المخفي وانا جايب سيارة الاهل يا ربي من هاي الساعة ياسة ادور ترى السيارة هني والحبيب يعني يوم اتفاق ليش ما ذكرتني بدي اقول لك البيضة يا سلام كم توني غرب الله توني اليوم يلا يحفظكم اولا بدلوا الفراش كامل هذا تشوفوا غيروا الجلسه وسوى الترتيب والتعديل كل شيء تغير وعدلوا الجلسه هذا حق مال الضوء الكوار يعني بس بتغدي ها هي ستي ليش بدلوا البارحه الله يعزكم يا غرب الله توني وتفويا حبوي على المطرح وحط كراع ابوي على المسند وكراع ابوي على المطرح ويسوي ويشرها ويطنح بهاي البول اللي ماشي كبره
وينشون ابو يبدلون الفراش كامل كامل بكبره، بالرغم انه تو بعد حتى ما كمل اسبوع هالفراش. عاده احنا كل اسبوعين ثلاثه نغير الفراش، نرد مره ثانيه يعني بالتخلاف. حينه ما كمل اسبوع تغير الفراش، والسبه منو؟ توني. توني يا توني، وهاي سالفه الفراش. امورنا اليوم طيبه وعلومي زينه، وان شاء الله وين بسير اليوم؟ بسير اذا الله جعلنا بالحيين سيتي ووك، بنتمشى. ما كني قلت الموضوع هذا الصبح، ما علي قلته ما يندرى. بنسير سيتي ووك، بنتمشى وبنتعشى وبنعين من الله خير وبنضوي اذا الله راد. ها سيتي ووك ليش ما نطلع مكان ثاني؟ لا ما نبي مكان ثاني، بس مره ثانيه الفجيرة. لا لا فجيرة ما بنصير بلية داعي. موجودين في البحرين والسعودية ومصر، 21 مكتب في الإمارات، 9 شهادات جينيس، أسطول شحن أكثر من 600 سيارة، 1,300,000 مشترك حول العالم، يخدم كل شرائح المجتمع رجال ونساء. الإمارات للمزادات، غيروا مفهوم المزاد التقليدي إلى تطبيق ذكي متوفر للجميع في كل مكان في العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخيبة حتى العقال محتاس. اي نعم، بربس عن موضوع مال كمبنية. اي نعم، حبنا مال كمبنية، حتى الكمبنية الصغار والناس العاديين واللي يدور المميز واللي يدور الشيء المفنود والفنان واللي ما شيء منه وايد بيلقطه. يعني موضوعي اليوم موضوع وايد مهم، يهم فئة كبيرة من المجتمع في جميع أنحاء العالم، ما بلا في الإمارات، في الإمارات وغير الإمارات. لأن اليوم خبرنا عن مزاد الإمارات، الإمارات المزادات. هذا موضوع دولي مش بس في الإمارات. حاليا المزادات أزمة، مش شيء عادي مثل الأول منادا ولا حراج ولا يوصلون سعر معين. لا، الحين الإمارات المزادات دخلت وبقوة في الموضوع هذا، وبطرق جديدة مبتكرة، بأشياء تقدر وانت في أي مكان أو أي مكان في العالم تقدر تشارك في المزاد هذا. تقدر تشتري، تقدر تبيع، تقدر تسجل، تقدر تسوي كل شيء يخطر في بالك وانت في أي مكان في الدنيا. في خاطرك سيارة مميزة، في خاطرك برج مميز، طيارة مميزة، يخت مميز، جزيرة مميزة، أي شيء يخطر في بالك موجود عندهم. تدخل بس الإمارات للمزادات بتلقط كل شيء في الدنيا، العودة يزر بزمهن وعراهن. شو بقول لك، مزارع، سيايير، طيايير، ما شيء في الدنيا ما موجود عندهم. زين على الله يحفظكم. اللي يميز الإمارات للمزادات انها داخل بشراكة مع معظم الدوائر الحكومية ومراكز الشرطة والمحاكم والبنوك من بوظبي لين الفجيرة. أنا قلت لكم مساعة أن تغير مفهوم المزادات من الألف إلى الياء. كيف غيروا المفهوم هذا؟ شو الطريقة؟ شو الناتج؟ شو الشيء الجديد اللي استوى في عالم المزادات؟ ابتكار الإمارات للمزادات، شو جديدهم؟ شو الشيء اللي يميزهم؟ شو الشيء النقل الجديد اللي هم سووها عسب الناس تستفيد؟ الحراج والمزاد والمنادة الأولية اللي تحيدونها وقفت حاليا، نزلوا هذا بالعربي أو بالإنجليزي، تكتب مزاد الإمارات وتفتح يظهر لك مثل ما تشوف. ما في الحاضر مدح، أي شيء يخطر في بالك من الأشياء اللي أنا عديتها كله موجود، كل أرقام تطير العقل، حتى أرقام أحادية، شيء أرقام أحادية موجود، والتطبيق موجود على أجهزة الآيفون والأندرويد والكمبيوترات، حتى الآيبادات، كل شيء. ومن تدخل على ما تشوف، على ما تشوف كل شيء يخطر في بالك موجود عندهم ومتاح على هذا التطبيق. من تفتحون بتلقطون لوحات السيايير جميع فئاتها، أحادي وثنائي وثلاثي كلها موجودات،
من جميع أنحاء دولة الإمارات، على كل إمارة حتى الأرقام الأحادية، الأرقام ثنائية ثلاثية، أرقام اتصالات مميزة، كل شيء تبا أقول لك موجود بتلقطه في الابليكيشن. أنزين حتى اللي بتشتري بتدفع جيمته بالفيزا، أنزين بكريدت كارت، ويوصلك حتى الملكية، ملكية السيارة ورقمك الجديد يوصلك لين عقر دارك وين تكون، إن شاء الله تكون فوق شامخ يبل ولا في أي مكان، يوصلك لين مكانك. خدمة مميزة عندهم. تطبيقهم وصلت الاشتراكات فيه إلى أكثر من 1,300,000 مشترك، وإن شاء الله لين بكرة بيوصلون المليونين. ليش لا؟ ليش لا؟ وانتم متابعيني لازم بوي تدخل تنزلون الابليكيشن هذا، ضروري ينزل عندكم. اللي المصريين يقولون اللي مش عاوز يشتري يتفرق، طماشة ببلاش بوي، ادخل وطالع ومتع ناظريك، متع ناظريك باللي تشوفه بالأرقام بالهواتف، على الأقل تاخذ فكرة، تاخذ فكرة عن قيمة كل شيء موجود في الدنيا العودة. حط في بالك أنك ورثت مليارات، باكر شو بتشتري؟ حلمت بليلة نزلت عليك المايدة، شو بتاخذ؟ ها كل شيء عندهم، نشاتيل، كناور، ناقلات نفط، كل شيء عندهم، ما شيء يخطر في بالك إلا بتلقطع عندهم. اعتبر عمرك نزلت عليك المايدة، اعتبر عمرك نازل عليك المايدة. المايدة شو اليوم الحين هذه بحنا من صباح الله خير، المايدة هي مائدة بني إسرائيل، نزلت أبوي على ناس تتمنى تأكل وتشرب كل شيء، يبون يشوفوا المعجزات، فمن من المعجزات كانت مائدة بني إسرائيل. فالحين الموقع هذا الجماعة هاي المزاد، مزادات الإمارات باعوا أغلى بواخر العالم، باعوا أغلى رقم في العالم، باعوا أغلى ناقلة نفط في العالم. علشان بيعهم للأشياء اللي أنا عديتها خذوا 9 جوائز جنس، 9 جوائز جنس من يعني تتعرفون جوائز جنس إنه يعني مثلا أطول شيء وأكبر شيء وأحسن شيء، هم روحهم مزادات الإمارات كسبوا 9 جوائز، 9 جوائز من وراء بيع الأشياء اللي ما حد في الدنيا العودة عنده شراتها، مثل أرقامهم المميزة، سيايرهم، يعني مثلا أغلى رقم، أغلى سيارة، أغلى ما أدري شو، أغلى ناقلة نفط، أغلى جزيرة، أغلى كل شيء أغلى، هم خذوا فيه جائزة جنس. ما على هواهم هذيل ما يعطون، لا يعطون، لأن هذا شيء حقيقي، حقيقي وموجود. الإمارات للمزادات عندهم أبوي أفرع شان ريتو، اولا حتى اللي تبنت عندهم في البحرين، عندهم في السعوديه، عندهم في مصر، وعندهم في دوله الامارات، في اماراتنا الحبيبه في 7 الامارات عندهم 21 مكتب من ابو ظبي لين تشنتي الفجيره. اسطولهم للشحن 600 سياره عندهم هذا للشحن. اللي ممكن رمس الحريم عاد حينه، اللي ممكن تبأ ولها خاطر في رقم مميز، رقم تليفون، رقم سيارة، سيارة، أي شيء مميز يوصلك لين مكانك، ما عليك إلا أنت. وخصوصية والدمة وابوه ما يدري، ما يدري به اللي بينكم وبين الموقع هذا والبرنامج إلا الله سبحانه وتعالى. خصوصية عندهم مستحيل والدمة وابوه يعرف عن أي إنسان اشترى شيء أو باع أو زايد أو اللي هو. الخصوصية ما أخذ حيز كبير من مصداقية الإمارات المزادات. اللي حيد عمره زقرتي يبي يزيد نسبة تزقريته في عمره، واللي يبى تزقريته يبي يتعلم تزقريته من الحين وساير عليه أبوي بالإمارات للمزادات. ان بقيت الرقم لزقرت عندهم، ان بقيت ابوي ناقلة النفط لزقرت عندهم، ان بقيت السيارة لزقرت عندهم، ان بقيت الرقم المميز عندهم، رقم الموبايل اللي مميز بعد عندهم، هذا كله موجود ابوي على هالمكان اللي تشوفونه. هذا ابوي الامارات للمزادات، لازم ابوي تدخلون اليوم تنزلون الابليكيشن مال الامارات المزادات. نبى نضرب الترند اليوم، نبغي ترند، نبى يصهل صهيل السنه في دقيقه. وبارك الله فيكم، الى اللقاء في سيتيوك.
تصور على العرسيه وحينه زين. والصراحه نشكره على انه رمى الناس كيف طريقه العرسيه. العرسيه هذه كانت خدمه بخدمه ما بعرسيتنا الحين. هاي عرسيه هالاعلان. نعم من العرسيه هالامان. نعم عرسيه هالامان عاد نضربها الوصوف. هذه يقولون عنها تشبه واجب. اقول يا خالد خذها في ديتك كان ترضيك. ايه بسوقها سوق الهواوي. والله احبك موت واغليك وارجاك طلبه لا تقاوم. انت شريك قلب وشريك مو منك بالدولة غنى. لا بالدولة عذب منك. الله يحفظك. شكرا شكرا يا هذا حين الريال اسمع هذا الريال شاورني وقال بيصور. قال عمي بصور وياك. انت ليش ما شاور؟ خلاص بتصور وياك. يعني تصبر علي لين اوافق. خلاص. الله يحفظكم ان شاء الله. انت عمك ابراهيم؟ هلا. ابراهيم القبيسي. بن صلهوم. والله باليوم والنعم. انت ولد اخوها؟ من ابوك؟ ابوي مبارك بن راشد. احلف. والله. الله والنعم والنعم. الله يحفظك. شيف اقصى من الصلاهمه. الصلاهمه ترى شيفتهم مميزه. احنا هب بن صلهوم بن شريب. زين كم منهم؟ ها منهم. ايه شو بعد؟ قاق انت ما بيعزل لك. صد عادة صد محسن. وين التشيز ابتسم فكره كويس اسمايل مين الثلاثه صورت اللي بعت. ايوه عارف الله تليفونك ما زين سامسونج تصوير واي فنان. جزاك الله يحفظك. يلا محسن. ايوه عجبك الجو؟ اه طبعا. شو رايك في المكان؟ زي الفل. انا شايف انزل البلد ازاي بعدين مش عارف بجد. ده انا بايل كنت بتنم يا دوب مولات ايه اللي اروحها دي. ده انا رحت سيامبا جون ورحت دبي ومول وحاجات كده. المره دي بقى اروح اعمل انا ايه منزل مش عارف. هاي ده كان طياره ولا ايه؟ زين العشاء وتعشينا عينا من الاخير وتشاورنا انا والاخ المهندس المستشار القانوني منهل. زين وين بنصير ان شاء الله بكره؟ راس الخيمه اكيد. غدانا وين؟ راس الخيمه. ايه بنتغدى في راس الخيم وبنصلي في راس الخيم. بنصلي في راس الخيم بنتغدى وان شاء الله بنسير. وين اي مكان في راس الخيم؟ جبل. ايه جبل قيس ان شاء الله. صراحي هذا ابو محمد. ها صراحي هذا. انزين عاد انزين. ها ايوه بس عادي اقتراح جاي اقتراح. انزين بعد بكره يعني. ايش وين من هنا؟ ورا بكره ما اعرف وين بتودينا؟ لا لا بنروح مفاجأة. زين ايش عليه؟ هو والله تو رات الشهور ولبوني ما عندي عزم. يا غير هو اقترح راس الخيم والله مالي عد بها. ان شاء الله باكر بنصير بنتغدى عند جماعه. غدانا في على مشارف راس الخيم. اول راس الخيم ان طلع مسموح التصوير صورنا مكانهم يصيحون منه. كل يضرب بالوصوف الموقع. موقع سكنهم. وانا شايف انه بيتهم وسكنتهم من قبل اكثر 25 سنه. يعني شيء كان يبهج الناظر قبل 25 سنه. ما بالكم الحين قبل ما تعمرت الدنيا بدت الدنيا ما شاء الله فنان هنا. فان شاء الله اذا كنا مسموح التصوير مكانهم بنصور. ان كان مش مسموح بنصوركم بس المكان اللي بنسير اللي هو قيس. بلقيس ان شاء الله. ومضوانة باكر ان شاء الله بعد عشانا في عزبة شلت يا دبي ان شاء الله. اربعة شباب. واحد اثنين ثلاثة اربعة. ما واحد فيهم رمى سربيعة. كل واحد بتليفونه. وبالاخص هذا 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 منهم تو يقول حق ربيعة هاك اللي عدان لي شابه خالد الخالدي ولا مسوي عمري مرة ولا اسمعه. شفتوا هذا ابو عارف. لا ما بنت ياس اصور هذا اللي يتعلج. الله الله العظيم يا انك انت مصيبه. الله يتعلج. ما واحد فيهم يرمس الثاني ولا اسم جايين ضربه وانهم يتمشون. وكل واحد مشاهد تليفونه. احنا ابوك لو انت تشاهد ربك كثر التليفون ما تجنه. بقى يا ربي خلاص.
أجواء السيتي ووك كانت أجمل من الجمال وأحسن من الروعة، بل أروع من الروعة. زحمة وأجواء عائلية وشيء جميل، وانبسطنا واستانسنا وتعشينا وعينا من الله خير، وحين سارين الفندق نرقد عينا الله خير، وبات إن شاء الله من عقب ما نتريق عينا الله خير. الضحى العالي بنويه جدي راس الخيمة إن شاء الله، إن شاء الله أنا بنصلي جمعة راس الخيمة إذا الله جعلنا من حي. سيرة راس الخيمة ترى من ترتيبات الخبير. شكرا الخبير، مكان ممتاز إن شاء الله. إن شاء الله.